متابعين معكم فترتنا الصباحيه، وما كنتوا عم تتابعونا لكم اخلص التحيات. محطتنا هلا مع مايك فغالي، طبعا فيكم تتابعونا على الارقام يلي رح تبلش تمرق بعد شوي قدامكم على الشاشه. لا تتصلوا فينا مباشره وتعرفوا من مايك شو مخبي لكم المستقبل. صباح الخير يا مايك. صباح النور. شو هالنوار والدوري هيدا الحلو يا عمي يا عمي. تسلم عيونك. ضل نتغزل فيك دايما. يخلي لي اياك. كل بدله اجمل من بدله. دايما انت بتحكي عن الاسود انه هو الفرح. بالنسبة لك الفرح. بالنسبة للكل الفرح. لا مش بالنسبة للكل. على بس تكوني بأحشاء الوالدة مكان مظلم. تظهري منه للضوء وبتبكي. بتأسفي على الحنان اللي كنت عايشتي بهالمكان المظلم. بس إنسان يموت بحطوه بمكان مظلم بيفرح لأنه عم ينطلق للحياة الحقيقية. إيه صحيح بس. سويت فرح. سويت يمكن يعاد عند البعض انه فرح، يمكن عند البعض الاخر حزن، لان احنا معودين اذا لا سمح الله في بعض الدول العربيه بتاخذ انه الاسود هو الحزن، ولكن لا هو الابيض والموف او الليلكي هذا الوان الحداد. نعم. الفرح لا، بالعكس كل الاعراس اسود. هيدي بنظرتك. بس تروحي تحضري عرس شو بتلبسي؟ كلهم بيلبسوا بالسهرات. بس العروس بتكون لبسة ابيض. عم بتحد على عزوبيتها. كله في حداد. عندنا هو الاتصال بدنا ناخذه سوا، ما بدنا نناطر كثير الاصدقاء المتصلين. الو الو صباح الخير. صباح النور. بدي احكي مع الدكتور مايك اذا بتريدي. مين معنا؟ مدام حمزه. اي مدام حمزه تفضلي. حبيبتي. الو صباح الخير. صباح الخير دكتور. يا اهلا. حبيبي بدي اسالك عن صحه جوزي وفي عنده مشكله بالارض اذا بتصير ولا لا، وعن صحتنا وصحه اولادي وبتعرف احوالهم. نعم حبيبي. هلا المشكله في لها حلول قريبه جدا، يعني بمطلع شهر 1/2016 تكون الامور محلوله. نعم. من الناحيه الصحيه مرق بمرحله صعبه، هلا الامور بلشت تترجلج، العام المقبل ما بترجع بتعاودوا نفس المشكله. نعم. ولكن اهم شيء بده ينتبه في موضوع الضغط، لانه في مثل هلال او خيال او شادو حواليه اسود، ينتبه كثير من موضوع الضغط والشرايين بهالفتره من هلا لاربعه اشهر لقدام. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيكي. طبعا نحن متابعين بتلقي اتصالاتكم من لبنان ومن خارج لبنان على الارقام يلي عم تقطع قدامنا وقدامكم على الشاشه. مايك معلي بدي فوت معك يعني هلا بموضوع زبالي، مع انه ما كنت حابه اجيب سيره النفايات، هل هالموضوع الحلول قريبه جدا؟ في حلول؟ في حلول قريبه. مره كنا انا وياك قلت لي بده يصير تصديرهم، او ممكن يكون في لبنان سوريا والعراق بيتكاتفوا لا التصدير يعني ارسالهم الى الخارج. وهذا الشيء اللي راح يتم قريبا ولا بدنا ننتظر؟ قريب كثير الموضوع، ما بقى يحمل. ان شاء الله خير. يعني احنا دائما بنقول لما بيكون في ازمه، لما بيكون في مشكله، يعني فعلا بيكون الواحد بده بصيص امل، لانه بيتعب الواحد نفسيا، بصير اذا ما في قدامه لانه نقطه امل بحس حاله. لك بكل شيء الامل موجود، حتى بانتخاب رئيس الامل موجود، بتغيير الحكومه الامل موجود، ولكن الحقيقه على الارض هو حكم الجيش. أنت هيك شايفه؟ ما بتنحل أمور لبنان غير باستلام الجيش زمام الأمور وانتخاب رئيس مؤقت. هذا اللي بده يصير، مش شايف؟ وانتخاب رئيس مؤقت، انتخابات نيابية قبل موعدها، من ثم انتخاب رئيس جمهورية فعلي للدولة اللبنانية. قبل ما للدولة اللبنانية. نعم. قبل ما تخلص 2015 ولا بعد؟ لا لا لا. قبل 2015 عندنا الحلول، ولكن تنفيذ الأمور فعليا على الأرض من شهر واحد يبدأ. وهذا الشيء بتبلش بوادره بعودة القسطنطينية. عم نعطي هلأ شوي رؤوس أقلام مشان رأس السنة. هاي بوادر إعادة القسطنطينية وبلاد الحجاز والمملكة الهاشمية، هاو كلهم بكونوا راجعين على أرض الواقع بال2017، ولكن التفاصيل والتواريخ بتكون ليلة رأس السنة إذا الله بريد. إن شاء الله خير. عنا اتصال كمان ناطر معنا على الخط. ألو ألو بونجور. بونجور مدام. يعطيك العافية. يا هلا. معك مدام حيدا. مدام حيدا كيفك؟ الحمد لله نشكر الله. أهلا فيك تفضلي. أحكي مع الأستاذ مايك؟ أكيد.
يعطيك العافية أستاذ. صباح الخير. كيفك؟ نشكر الله. صباح النور. يا أهلا. بليز بدي أعرف عن صحتي وعندي ابني عنده امتحان يعني هلأ، وفي شخص عم يحكي مع بنتي، فيني أعرف إذا كان منيح لإله ولا لا؟ هلأ من ناحية حياته الشخصية أتمنى أنه أسمع صوته هو. من الناحية العامة عنده نجاحات مهمة رح يمرق فيها، هيدي الأمور بتخوله لاستلام شيء على صعيد عملي أكبر من اللي هو فيه. صحيا ما في خطر على أي فرد من العائلة. بالنسبة لحضرتك عصبية بعض الشيء، أتمنى لك أنك تروقي. تتقدر تروقي بدك ترجعي من أول وجديد تتعلمي طريقة الصلاة. الصلاة مش مجرد كلمات نتليها، في طريقة للصلاة حتى نكون نحن مرتاحين. شو ما قلنا ربنا عم بتسمع علينا، ولكن تنريح حالنا جسديا الصلاة بدها سجود. اللي ما بيسجد ما بيقدر يريح حاله، مش انه صلاته ما عم توصل. السجود أهم شيء. بس تمر بهالمرحلة بتخف عصبيتك بينك وبين نفسك وأمورك الصحية بتكون جيدة جدا. إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيكي مدام. للأسف أنه عم نسمع كتير بانتشار مرض القصير، وين ما رحنا وين مشينا عم نسمع صايرة القصة مثل شربة المي. للأسف صايرة القصة مثل الجريب. أنت برأيك هيدا الموضوع رح يستفحل أكثر وأكثر؟ بمطلع العام حكينا أنه اكتشاف دواء للكانسر، وشفنا أنه في بعض أنواع الكانسر اكتشف دواء لها. اللي بقلك هي الأمور هينة هينة؟ تنضلنا مدعم عاملين حاجز لنا. في عنا دبس الرمان والبيكربونات مع عصير الليمون تحمي حالك من الكانسر. الهين دبس الرمان وعصير الحامض مع الكربونات، عصير الليمون البردقان مع شويه بيكربونات سودا تحمي حالك من الكانسر. هذا شيء بيقتل البكتيريا. يعني في ناس عملوها وهو شخص من اللي كانوا مرشحين على النيابة ونجحوا بالتزكية وما اعترف فيهم. عملها والدته طب معالج ومش الحال ويخزي العين هلا انه ما في شيء معه بجسمه. يلا وصفة يعني كل شيء طبيعي بخلصك، كل ما انت بعدة عن الكيماوي كل ما انت مرتاحة نفسيا. نعم. اتصال جديد كمان. الو. الو. بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ كيف صحتك؟ يا هلا، مين معنا؟ رندا الحاجي. اهلا رندا، تفضلي. فيني احكي مع مايك بغالي؟ اكيد. بدنا خفي صوت التي في لو سمحتي على الاخر، واسمعينا من اباريت تليفون لانه ايه وطي التلفزيون يا جون. ايه على الاخر يا جون، واسمعينا من خلي لي قلبك. اسمعينا من اباريت تليفون. اوكي حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. يا اهلا. كيفك معك؟ نشكر الرب. ليك بدي اسالك عن ابني سيزار، عن العيلة كلها، عن ابني وبنتي وعائلتنا، انه الحال كثير انه مشكل هالقد. مدام بدنا نتفق على شغله، انه حددي لي السؤال عن عائلتك كلها. بقلك الامور ماشيه، في احدهم في امور واقفه بوجهه. مضبوط. ابني بيتخطى هيدي المرحله بشهر اثنين. ايه بترجع اموره بتتيسر كلها سوا وبيخلص من المشاكل اللي مارق فيها له فتره. ابني عم تسأليني عن العائلة ككل، جاوبتك عن العائلة ككل. ايه بس إذا بنحدد الأسئلة بتكون الإجابات أوضح بكتير لحضرتكم. ايه بالنسبة لأبني سيزار. نعم. سيزار الحاج. يعني حياته وكنت قلت لي من زمان وقع بمشكلة كبيرة ولسه ما خلص منها. بشهر اثنين. ايه. الأمور تكون منتهية. منتهية. بيخلص من المشاكل اللي هو مارق فيها هلا. إيه؟ ومستقبله أحسن بكتير من اللي هو فيه، وعنده نقلة من مكان إلى آخر من بلد إلى بلد، الأمور تكون جيدة جدا. إيه وبالنسبة لبنتي قاسي الحاجة، وفي بيجيهم بتجوز بهالقرب شيء ابني عنده شيء نصيب بهيدا القرب. ما في عندك أي فرحة، الفرحة بتكون من شهر 6 وطلوع 2016. من 6 وطلوع. وبالنسبة لصحتي أنا رندا الحاج، ما بك شيء، بدك تخضعي لنظام غذائي قاسي كتير فقط لا غير. إن شاء الله كل شيء مدام رندا يتم على خير وسلامة. بدي أطلب من كل أصدقائنا المشاهدين بس تحكونا بليز خفوا على الآخر صوت التي في، وحكونا كلكم من أبريل تليفون سمعونا، لأنه عم يصير في رتور على الهواء، مايك مش عم بيقدر يسمعكم. مايك يعني إحنا فينا نقول حسب حديثك أنه بداية 2016 رح تكون خير. فينا نقول أنه 2016 هي تكملة 2015 بالخواتيم، تبدأ مرحلة جديدة اللي هي تحديد الحدود وفتح الدول
والاتحاد العربي المشترك بعد تقسيم أحد الممالك بصير في اتحاد عربي مشترك من ناحية العملة والمصارف مثل ما بنشوف الاتحاد الأوروبي، يكون في شيء مضاهي، بنشوف إنه في عملة جديدة رح تكون أهم من الدولار والأورو، تتداول، في أمور كتير بدها تتغير. المي رح يكون سعرها أغلى بكتير بنصف 2016 عما هي عليه بالوقت الحالي. بدنا نحكي بشوية تفاصيل مايك معك، ولكن من بعد ما ناخذ هالاتصال. ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور، مين معنا؟ علاء. علاء، أهلا علاء، تفضل. لو سمحت فينا نحكي الأستاذ مايك؟ أكيد، تفضل. صباح الخير أستاذ مايك. صباح النور. أستاذ مايك، عندي سؤال لك وحابب أعرف منك. إذا بتعلي لي صوتك شوي صغير وتفضل. أنا رب أسرة وصار لي فترة طويلة بدون عمل، وقدمت عدة شركات ومؤسسات، وعندي خبرة كوني كنت بشتغل سابقا فترة طويلة بمجال. شو دارس حضرتك وشو شاغل؟ المحاسبة والإدارة. نعم، دارسها بجامعة أو معهد؟ لا، معهد دارس. نعم. ودارس طبعا مهني ثالث سنة، بس اللي صاير إنه الحقيقة مسكر معي بكل الجهات، وبدي أسأل عن الصحة وعن العائلة كمان لو سمحت. اللي بقول لك يا صحيا ما في خطر عليه. نعم. عائليا الأمور مكركبة نوعا ما، تعود إلى الاستقرار في القريب العاجل. هلأ من الناحية العملية، بواسطة أو بلا واسطة بشهر 2 رح تكون مبلش شغل. اللي بقدر أنا ساعدك فيه، مش هو مش عم بتوقع لك، اللي بقدر أنا ساعدك فيه ابعت لي السيرة الذاتية تبعتك على الإيميل عندي، وأنا مستعد أكون واقف حدك تدبر شغل بأسرع وقت ممكن. بس فيي وبلاي بشهر 2 رح تكون موظف. خي شو حلو هالأمل هلأ أعطيته إياه، لأنه عن جد قدي صعب الواحد يقبل الشغل. كتار عم بيطلبوا وظائف، في أشياء فينا نأمنها، في أشياء لا ما بنقدر، حسب صعب كتير. حسب شو الدراسة، شو الأشياء المعتازة السوق. 100%. لكن بدي أرجع تابع معك، قلنا بداية 2016 هو إذا بدك جوجلة اللي صار بال 2015 على صعيد العالم العربي. أيه. انتهاء الأزمات نهائياً بال 2019 انتهاء الأزمات العربية. أف أربع سنين بدك تعيشنا هيك؟ لا، انتهاء بتخلص. يعني سنة الجاية بتبلش الخواتيم اللي هي دايما بآخر شهر بالحمل، بصير في الصريخ والوجع والمضايقة والروحات والمجيات حتى لصحين موعد الولادة. فيعني 2016 مطلعة على العالم العربي من أصعب السنوات من 7 سنين لهلا. إيش تفاصيل ليلة رأس السنة؟ كل شيء إذا رح نعرفه منك ليلة. هلا عم نعطي رؤوس أقلام. هلا رؤوس أقلام، خلينا ناخذ هالاتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ فيني أحكي مع مسيو مايك؟ أكيد، تفضلي. مسيو مايك، بونجور. صباح الخير. أنا أحكي لك مرة الماضي وقلت لي انه في حدا من اولادي بدي، صباح الخير، بدي يسافر عنده مساعده. فعلا هيك صار وما كنا متوقعين ابدا. كثير بشكرك. بس البنت الكبيره عندي بلا شغل هلا وعم تتعلم، بدي تحكي لي شوي عنها وعن صحتي اذا في شيء. وفي عنا عقارات باسمي واسم اخواتي، كنا عم فكر نبيعون ورجعنا أجلنا. شو بتخبرني عنهم؟ شو في شيء عليهم يعني؟ ووضعنا المالي بالبيت وصحيح. ما في شيء عليهم. ما في شيء عليهم. من ناحية العقارات تتقدروا تكونوا مستفيدين، اصفتوا لبعضكم بدل ما تضلوا 10 على عقار وعقار تاني 10 وعقار تالت 10. قسموا العقارات، كل واحد بياخد عقار هيك بين بعضكم. أمور البيع غير مستحبة نهائيا. العام المقبل الأسعار كلها سوا بدها تعلى، ومن هذا الشهر بتبلش على صعيد لبنان وسوريا والأردن العقارات بده تبلش ترتفع الأسعار بطريقة جنونية. بيع ما بنصح هذا. فيك ترهني للبنك، ترجع تسكري تدريجيا للبنك، بكون ضل العقار باسمك.
فيك تعطيه استثمار في مليون طريقة تطلعي مصاري من وراء العقار، بس بعتيه رح مصريته. صحيا ما في خطر أحدا. من ناحية بنتك أتمنى تحكيني من بعد البرنامج تقدر أعطي التفاصيل لحضرتها، لأنه هي مرأة بمرحلة صعبة ما عم تقدر تقرر شو القرار اللي بدها تاخده على صعيد حياتها الشخصية. هذا الشيء عم بيأثر عليها عمليا ودراسيا. شكرا لاتصالك مدام. آخر اتصال بناخده بيها الفقرة. ألو. بونجور. صباح الخير مدام، أنا ليلى اتصلت في مسيو مايك، ممكن أحكي معاها؟ أكيد ليلى تفضلي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير مسيو مايك. صباح النور. أهلين، حكيت معك مسيو مايك، قلت لي في آخر تشرين الأول في أمور مادية حتفوتي فيها، بس ما جاني ولا شيء مسيو مايك. وعن زوجي قلت لي عنده سفر جيد جدا، حابة أعرف إمتى هالسفر ويا ترى بلد عربي ولا بلد أجنبي. نعم، أول شيء خلال تشرين، نحن بتشرين الأمور ضمن هذا الشهر تتغير تدريجيا على صعيد رب البيت. الشغل بكون ببلد عربي مش ببلد أوروبي ولا أمريكي ولا بلد بعيد. الأمور الصحية ما فيها خطر على أي فرد من العائلة، ولكن في صلحة تشمل العائلة ككل بتكون ضمن كانون أول أو كانون ثاني، وما في خطر على أي فرد من العائلة. أهلا وسهلا فيك مدام، إن شاء الله كل شيء تم على خير وعلى سلامة. مايك، هيك قبل ما أنا وياك ناخذ بريك، فينا نقول انه من هلا لبدايه 2016 عم نبلش نمحي الايام السوداء ولا بالعكس؟ لا بالعكس، لانه كنا حاكيين اذا بتلاحظي الحلقه الماضيه انه في عوده للانفجارات، في عوده للاغتيالات. شفنا امبارح شو صار بعرسال. اتمنى انه الامور ما تمتد الى عده أكثر. مناطق لبنانيه، اتمنى هذا الشيء، ولكن التمني مش دائما بيصير. في عودة للاغتيالات، يمكن اغتيالات للشعب. إنه قصدك مش رئيس أو وزير أو حدا عنده تيتر معين، ممكن تكون مستهدفين فيها، ولكن الشعب هو اللي بيروح. في أكثر من شخص مسؤول، أو يمكن مسؤول ديني أو سياسي أو حراك مدني يتم استهدافهم. أتمنى الانتباه جدا جدا جدا. اوكي مايك، لكن هيك اخذنا فكره، ولكن طبعا رؤوس الاقليم منضل مخبيين لعيد راس السنه اذا الله راد. انا وياك والمشاهدين بننتقل ناخذ بريك صغير ونرجع نتابع. مشاهدينا صباح الخير مجددا، اللقاء الاخير مع مايك فغالي بيتجدد هلا معكم ومتابعين من هلا لغايه الساعه 11:30 وقت انتهاء البرنامج. صباح الخير مجددا لك مايك، واهلا وسهلا فيك مايك. يعني كنتوا انت وسحر عم تعطوا رؤوس اقليم عن السنه الجديده، قديش رح يكون حامله تفاؤل، ما هيك؟ لا مع سحر، لا معي انا مش تفاؤل، تحسنات رح تكون حامله خواتيم للعام 2015 على صعيد لبنان، على صعيد العالم العربي لل 2019 تتبلش الخواتم السعيدة. اوكي، على صعيد لبنان رح نشوف انفراجات زبالة. ما هي بالزبالة وبالسياسة الانفراج. زبالة وسياسة قلب بيشبهوا بعض كثير. كلمتين وجهتين لعملة واحدة. كيف سافوت ودار؟ وجهان لعملة واحدة. أي متى رح تتحلحل؟ هذا الشهر أو هاو الأسبوعين. لا الأمور خلص خلصت، يعني من ناحية النفايات ومن ناحية الأوانين، بس القانون الوحيد اللي ما حيقدر يوصلوا له بنتيجة قانون الأجارات رح يكون ظالم للمالك والمستأجر. طيب رح ناخذ أول اتصال باللقاء معك. صباح الخير. ألو. ألو. صباح الخير. أهلا وسهلا. فيني أحكي مثل معك؟ تفضل، عم بسمعك. ألو. صباح الخير. صباح النور. كيف سيد مايك؟ بشكر الرب. خلي لي اياك، انت من فتره قلت لي نضيع حالك للعائله الكبرى، صار معنا شيء بالعائله الكبرى. نعم. بدي اعرف انا مستقبلي بكره بعد هالشيء اللي صار معنا، يعني صار شيء مش متوقعينه. بدي اسال عن صعيد سفر عمل.
ليك التاريخ بده يعيد نفسه ولكن بالطريقة الإيجابية. مرقته بالمرحلة السلبية السابقة، هلا التاريخ بعيد نفسه ولكن بمرحلة إيجابية جدا لألفة من الأول وجديد ومصارحة كاملة. شهر 2 يبدأ مشروع السفر بالنسبة لإلك يتطور، بشهر 4 بتكون خارج الأراضي اللبنانية، ترتاح ماديا ونفسيا واجتماعيا. عائليا أتمنى أنك تكون شوي متسامح مع الآخرين، لأنه أنت الوحيد رح تكون همزة الوصل ضمن العائلة الكبرى، ولكن أمورك جيدة جدا في المستقبل القريب يبدأ. لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا أكيد فيكم تتواصلوا معنا دايما على الأرقام اللي عم تمرق على الشاشة من لبنان ومن خارج لبنان، وأكيد كمان فيكم دايما تتواصلوا على الرقم اللي عم بيمرق كمان على الشاشة الخاص بمايك فغالي. بكافة الأوقات مايك برد عليكم وبيعطيكم تفاصيل يمكن شوي أدق، لأنه يمكن كمان الأشخاص اللي بيكونوا عم بيحكوك مايك يعني مش على الهواء بيعطوك تفاصيل أكتر، بيكونوا مرتاحين أكتر. مش بس هيك، أنه ممكن حدا يستحي يطلع على الهواء يحكي لسبب أنه صوته بينعرف من قبل المقربين منه، فكتار بفضله أنه يحكوني من بعد البرنامج. وعم تتلقى كتير اتصالات. ما الله بريد أكيد دايما. قديش بتقدر دايما تكون دقيق مع الأشخاص اللي عم بيحكوك مايك؟ على قد ما السؤال بكون واضح، على قد ما الإجابة بتكون عذرا للتعبير، بتكون صريحة ووقحة وواصلة. على قد ما السؤال بكون واضح، ولكن لما بكون سؤال مبهم على صعيد عام بكون الجواب شبيه له، بكون الشخص اللي عم بيحكي ما بده يسمع شو اللي بده يصير. مسألة انه عن عائلتي في سؤال محدد، لا اوكي الامور كذا كذا كذا. لما بتكون الامور في سؤال محدد عن عائلتي من ناحية الصحة، بنعرف انه هون في احد افراد العائلة بده يمرق بكذا او بده يمرق بهيك، بيسألوا عن شخص معين فينا نجاوب. بس الأسئلة بالعموم الجواب بده يكون بالعموم. رح ناخذ كمان اتصال مايك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا فيكي، ممكن أحكي أستاذ مايك؟ تفضلي، عم بيسمعك. صباح الخير أستاذ مايك. صباح النور. كنت بدي أسألك عني وعن إخواتي الشابين. عن؟ إخواتي الشابين، واحد خاطب وواحد عم بيعمل إوراق للسفر إذا بسافر، وخلي إذا عندي استقرار عاطفي السنة، وعن الصحة وعن الرزقة، وعني أنا على استقرار العاطفي وإذا عندي رزقة، عندي عقارات وما عندي بها. شبكتيهم ببعضهم على رأس. من ناحية السفر لخيك تتم الأمور بعد معاناة شهر 2 نهايته، مطلع شهر 3 بكون السفر موجود من مكان إلى مكان، بتكون الأمور المادية مرتاحة. من ناحية خيك يلي قادم على زواج عنده ارتباط، الأمور في أمور مشاكل عائلية بينه وبين أحد المقربين من شريكة حياته، أتمنى أنه ما تأثر عليه سلبا يأخذ قرار بالابتعاد، لا الأمور ترجع تمشي بطريقة طبيعية. من ناحية حضرتك ضيعتي أول فرصة بالنسبة لك على صعيد الاستفادة، الفرصة الثانية بتكون بالشهر القادم، إذا ضيعتيها من بين إيديك معناتها بدك تنسي الموضوع ل 18 شهر لقدام. يعني شهر جاي بيحمل لك مفاجآت مادية كتير مهمة، أتمنى أنك تعرفي تستثمريها ما تضيعيها من بين إيديك. والأهم شيء بالمرحلة المقبلة من مطلع العام لغاية شهر 8، أنت وإخوتك ما يكون في حدا على كفالتكم، ما تكفلوا حدا لا بمصرف ولا على خادم أو خادمة أو أي شيء، ما تخلوا حدا على كفالتكم للأمور تتفاقم بتخلق لكم مشاكل كتير كبيرة. كمان اتصال. صباح الخير. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي مين معنا؟ صباح الخير. أهلين. مايك رولا. تفضلي، رولا عم بيسمعك مايك. صباح الخير مايك. صباح النور. بدي أسألك عن ابني وبنتي. ابني هلأ عم يعمل اختصاص صيدلي بالجامعة اليسوعية، وهو راجع حابب يعمل طب، هل بيتوافق بالطب إذا قدم؟ أي سنة؟ أي سنة؟ أول سنة. أكيد يقدم على الطب، بتكون أموره رائعة جدا وما في أي خطر حواليه، ومن ثالث سنة ببلش يكون من الأوائل. إيه هو أصلا من الأوائل يعني؟ عم نحكي، أنا عم بحكيكي عن الطب. إيه حتى عم تحكينا عن غير شيء. أوكي. من ناحية العلم بالميدسين
من ثالث سنة يبدأ بكون من الأوائل وأموره بتكون جيدة أكثر من المتوقع، والاختصاص اللي بده يعمله حيكون شوي نادر. وبنتها؟ شو السؤال لبنتك؟ مقطع الخط، خلينا ناخد اتصال تاني. لكن صباح الخير، نذكر أكيد بكل الأرقام يلي عم تمرق على الشاشة، دائما فيكم تتواصلوا مع مايك على الأرقام يلي عم تمرق على الشاشة من لبنان والخارج، وأكيد اتصال. صباح الخير. ألو؟ ألو بوجور. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. شكرا كثير لك، تفضل. فيني أحكي مع مسيو مايك؟ عم بيسمعك، تفضل. مسيو مايك، بدي أسألك، معك خالد المرعبي، بدي أسألك صباح الخير مستقبلي وعن وضعي الاقتصادي لقدام وعن وضع ابني إذا بتريد. وضعك الاقتصادي فيه تحسنات بعد زركي كثير كبيرة مرق فيها لك فترة طويلة. هاي الزركة مرقت فيها من وراك. يمكن برستيجك او طريقة تعاملك او ما بتحب حدا يمننك، هيدا الشيء خليك تمرق بمراحل اقتصادية شوي صعبة، ولكن سرعان ما تزول. بمنتصف شهر 12 بتبلش، شهر 1-2 بتكون انتهت الامور الماضية كلها، في لمحة جديدة على الصعيد المادي بالاضافة الى تغيير على الصعيد العملي. هيدا الشيء بريحك كمان على الصعيد المادي، ولكن الأهم بريحك نفسيا، بتبطل تحس حالك مضغوط. شهر 9-2016 ببلش التفكير رسميا بالاستقلالية التامة على الصعيد العمل. ضمن هاي الفترة بين شهر 1 وشهر 9-10 عندك عدة سفرات بدك تقدم عليها. السفرات بتكون حافز إيجابي لإلك حتى تبلش تفكر بالاستقلالية بآخر العام. مشاهدين عم تابعين نتلقى اتصالاتكم، وبثلاث دقائق المتبقيين مايك بدك تخبرنا اخبار هيك حلوه قبل ما ناخذ اخر اتصال. الاخبار الحلوه المفروض تبلش تقريبا الاسبوع القادم في عده امور. هلا عم بيحكوا عن جلسه تشريعيه لمده يومين. اللي بقول لك هي جلسات متلاحقه بدنا نقشعها بمجلس النواب وبمجلس الوزراء. مجلس الوزراء حيكون عم بصرف الاعمال لا أكثر ولا أقل، ولكن مجلس النواب رح يكون موقفه كتير حازم. العام المقبل في عنا انتخابات، ممكن تكون نيابية ممكن تكون بلدية، ممكن يكونوا اثنين سوا. لبنان مارق بمرحلة فيها خضات كتيرة على الصعيد الأمني، ولكن يبقى الأمن ممسوك، ظل محصورة بأمور معينة. أوكي، ناخد برجع بقول المالك والمستأجر خسرانين بالقانون الجديد. صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا. في احكي مع مسيو مايك؟ طبعا تفضلي، عم بسمعك. صباح الخير. صباح النور. بدي اسال عن حياتي الشخصيه، عن صحتي ومستقبلي اذا فيها مشكل. لك شيء من الماضي يعود الى الواجع، برجع بفتح لك جروحاتك، اتمنى انك تعرفي كيف تسامحي. بمجرد ما تعرفي تسامحي بترجع من اول وجديد، حياتك الشخصيه والعاطفية والاجتماعية بتشتغل. مستقبلاً السفر هو الحل الوحيد لإلك. ما رح تقضي مرحلة طويلة بالوحدة. الأمور تتغير على صعيد مادي وعلى صعيد شخصي. بتمنى عليك الانتباه جداً على صعيد الصحة. من فترة مش كتير بعيدة لهلأ في أوجاع غريبة عم تحسي فيها وانزعاجات، خاصة الصبح لما بدك توعي من النوم عم تحسي حالك كتير تقيلة، عم تحسي بكسل كتير قوي. أتمنى تقومي بتعملي فحص دم عام، وخصص الأكبر منه، يعني جربي أنت تطلبي من الطبيب المعالج تبعك لك تعملي فحص للبنكرياس بأسرع وقت. بدنا نتشكر أكيد كل الأشخاص اللي اتصلوا واللي ما ساعدهم الحظ اليوم لحتى يقدروا يتواصلوا مع مايك. أكيد مايك بطلع عليكم كل نهار جمعة بهالوقت، وكمان فيكم تتواصلوا مع الأرقام يلي عم تمرق على الشاشة، الأرقام الخاصة فيك مايك اللي دايما مفتوحة. مثل قلبك. يعطيك العافية، كثير عم تتعبي هالفترة. مرسي. عم تتعبي كثير. شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك مايك، دايما ضيف عزيز بالاو تي في. من اهل البيت مش ضيف يعني. واكيد الملتقى بيكون النهار الاسبوع المقبل اذا الله كتب لنا عمر.
شكرا كثير لك. مشاهدينا رح ودعكم لهون، اكيد برنامجنا بيوصل لنهايته بتمام الساعه 11:30 مثل كل نهار. بكره ملاقيكم زملائي وانا بتمام الساعه 8 بكل يوم جديد. من هلا لوقتها دائما ضلوا بخير، حطوا حزام الامان، ما تشربوا وتسوقوا، وتكونوا دائما ايجابيين ورسموا البسمه على وجوهكم. باي.